خديناش البي والبي مضوبله فوا 3. اي بي بغيتي لا ديال 30 ولا ديال 50 ولا ديال 100 درهم ولا ديال 250 مضوبله فوا 3. دونك ديال 30 درهم دابا وصلت 90 درهم، ما يمكنش ما ناخذوهاش. ديال 100 درهم دايره 200 درهم، ديال 50 درهم دايره 150 درهم، وكل شيء. وعلاش شايف؟ علاش بغيت نعرف انا علاش شي عطيوهم؟ علاش كتفوت العدد؟ انك انت واحد بغيتي في الكيشي واقف واحد وتعطوك 10 ديال الليبيا، علاش؟ بحال تيقول لك هكا سير بيعها. علاش ما تبيعهاش انت؟ زيد فيها انت الثمن نيت وخلي لي كيشي خاوين وتربحوا انتوما تستافد الفرقه. والله يديهم وصافي، ما عرفتش علاش كيديروا هكا كل ماتش. حنا نبقاو بحال هكا، ما غاديش نتقدموا. خويا خاصك بزاف باش تقطع ورقه، راه بالمضاربه وما كاين لا نظام لا والو، والناس اللي من المنظمين هما اللي كياخذوا الوراق وكيبيعوا ويشريوا فيهم، وحنا اللي كناكلوا الدق. حنا دابا ما قطعنا حتى تجرتنا حالتنا. ها انا جيت مع تسعود، ولكن الدراري راه جاوا مع الاربعه الصباح، مع الخمسه، مع بيتين هنايا الاخوان. هادشي راه بزاف، ما كاين لا نظام لا والو. خويا الدوره ديال تقطع بنادم الاربعه الصباح باقي ما قطعش، ما نكذبش عليك اخويا، من بنادم من الفجر مع السحور، السحار جاي يقطع والله جا باقي ما قطع. كل اللي كيقطع اخويا ثلاثه اربعه خمسه كيمشي كيبيعهم وكيرجع عاوتاني يقطع. قطعنا قطعنا الحمد لله، وداو اللي باغيين دابا بغينا الرباح مع هاد اللعابه وصافي. كيفاش كانت تقطع؟ انت تشوف هذا كلشي الان، لا ما كاينش النظام كاع في التقطاع. واش نطالبوا دابا من اللعابه؟ هادشي تقاتل مقاتلين عليهم يحمروا النوجانا مع تونس وصافي. ديما وداد وغنربحوا العصبه ان شاء الله. وانت شو حالتنا؟ على قبل الحمراء نمشيو مع الالمان الميريكان، الله يجيب الصحه والسلامه. ورا سلمان.